مرحبا بكم في الأكاديمية السيبرانية لترند مايكرو، مكانك المناسب لتعلم مهارات الحفاظ على أمان ومتعة الإنترنت. في هذه الحلقة ستتعلم مهارة أمنية جديدة، المصادقة الثنائية، أداة تساعدك على الحفاظ على أمان معلوماتك عبر الإنترنت. الحفاظ على معلوماتك يعني أن تمنع شخصا ما من الدخول إلى حسابك وسرقة أشياء مثل رصيد لعبتك أو الصور أو المعلومات المتعلقة بك. إذا كنت قد أجريت تحدي كلمة المرور القوية، فأنت تعلم أن كلمة المرور القوية تساعدك في الحفاظ على أمان جميع معلوماتك. كلمات المرور القوية طويلة وتحتوي على أحرف وأرقام ورموز مميزة، ولكن يمكنك الحفاظ على معلوماتك أكثر عبر استخدام أداة أخرى، إنها تسمى المصادقة الثنائية، وهي تعني أنك بحاجة إلى عنصرين أو شيئين للوصول إلى حسابك. الأمر يشبه وجود قفلين على باب منزلك. للتأكد من أن الشخص الذي يسجل الدخول إلى حسابك هو أنت فعلاً، يمكنك تفعيل المصادقة الثنائية في إعدادات الألعاب والتطبيقات والمواقع الإلكترونية والأجهزة. بالمناسبة، يطلق أيضاً على المصادقة الثنائية أحياناً اسم التحقق بخطوتين. وإذا لم تتمكن من العثور على إعدادات المصادقة الثنائية، فاطلب المساعدة من الكبار. إليك طريقة تسجيل الدخول إلى حسابك بعد أن تقوم بتفعيل المصادقة الثنائية. أولاً، أدخل كلمة المرور القوية، ثم أدخل الرمز الخاص. يتم إرسال هذا الرمز إليك عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني، وبمجرد إدخال الرمز الخاص يتم تسجيل دخولك. حتى لو كان شخص آخر يعرف كلمة مرورك، لا يمكنه الدخول إلى حسابك بدون الرمز الخاص أيضاً. ويمكنك أيضاً استخدام بصمة إصبعك أو وجهك بدلاً من الرمز الخاص، وهذا ما يسمى ببصمة الدخول. وهذا يعني أنك تستخدم جزءاً مميزاً منك لتسجيل الدخول ولإثبات أنه أنت فعلاً. أليس هذا رائعاً؟ لذلك تذكر، المصادقة الثنائية أو المصادقة بخطوتين هي إحدى أفضل الطرق للحفاظ على أمان معلوماتك في الإنترنت، وهي أداة موجودة في إعدادات معظم الألعاب والتطبيقات والأجهزة. لاستخدام المصادقة الثنائية تحتاج إلى كلمة مرور قوية ورمز خاص لتسجيل الدخول، أو يمكنك استخدام بصمة الدخول، مما يعني أنك تقوم باستخدام جزء من يدك أو وجهك بدلاً من استخدام رمز خاص. هيا أرنا مهارتك السيبرانية في تفعيل المصادقة الثنائية في كل لعبة وتطبيق وجهاز تستخدمه، ويمكنك أيضاً أن توضح للآخرين كيف يقومون بذلك. الآن لديك كل ما تحتاجه للقيام بتحدي المصادقة الثنائية. قم بإجراء التحدي وشاهد الحلقة التالية من الأكاديمية السيبرانية لترند مايكرو لتكتشف المزيد من المهارات.